إذا عندي هذا سيستم فور فولدر سيستم في أربعة أوبن لوب بولز كم زيرو؟ واحد ما عندي زيروز ما في اس هون هذا كونستنت ها إذا عندي ام بتساوي زيرو ام بتساوي أربعة إذا عندي أربعة أوبن لوب بولز نختار طبعا السكيل المناسب هلا أنا هون بدي أحاول أعملكم نفس الطريقة راح أختار السكيل المناسب لما أختار قديش هذا هلا هون لو اخترت أنا مربع واحد راديان بس سكند راح يطلع صغير احنا بنحاول نوسع الصفحه حتى تطلع اكبر فمثلا انا ممكن اخذ لو اخذت مربعين لكل راديان بس سكند بيطلع الثلاثه معي واحد اثنين ثلاثه او ممكن اخذ خمسه خمسه يمكن بيصير كثير واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه خليني اخذ اثنين عفوا يعني السكيل راح يكون ثلاثة ما بنحب نستعمل عادة ثلاثة، بنستخدم يا واحد يا اثنين يا خمسة، هذا أحسن سكيل راح أستعمله هون واحد راديان بير سكند يساوي اثنين تو بلوكس إذا راح يكون عندي هون في بول هون وفي عندي واحد هون واحد هون واحد هون هذا طبعا 1 ماينس 1 راديان بير سكند ناقص 2 راديان بير سكند ناقص 3 راديان بير سكند كم اسيمتوت لازم يكون عندي هون؟ 4 شو زواياهم؟ زائد ناقص 180 على 4 180 على 4 شو بتعطيني؟ 45 زائد ناقص 45 واذا اخذت 180 540 على 4 بيطلع معي 135 135 اللي هي الزاويه اذا لازم يطلع معي اسيمتوتس هاي 45 هاي ناقص 45 هاي 135 وهي ناقص 135 واضح؟ من وين اجت 135 وناقص 135؟ معوضة 3 في 180، 3 في 180 قديش؟ 540 اقسم 540 540 على 4 بيطلع 135 لكن بدي ايش هلا حتى ارسم الاسيمتوتس؟ بدي السنتر تبعهم سيجما سي، سيجما سي كيف بنلاقيها؟ سيجما سي بتساوي مجموع الريل للبولز ناقص مجموع الريل للزيروز على ان ماينس ان. زيروز ما عندي، البولز ايش الريل تبعهم؟ زيرو ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة اللي هو ناقص ستة على أربعة بيطلع ناقص واحد ونص، طبعا وحدته مرتبط وحدات دائما أحسن، قديش؟ واحد ونص وين واحد ونص هون؟ بهاي الحالة بتطلع سيمتريكا اللي هي هاي هو واحد ونص شايف لأنه عندك سكيل ترسم مباشرة هاي واحد ونص صار مش هاي كل البلوكس رسمناها هلا بالمنطلق بدك تعمل بدك تاخذ زاوية قديش قيمتها؟ هلا أنا لأنه عندي سكيل بهذا مساوي للسكيل هذا كيف برسم هذا الخط؟ ما في مربع ما في قطر المربع بس لازم السكيل يكون مساوي للسكيل وهي عندي الاسيمتوت الثاني هي الاسيمتوت الثالث وهي الاسيمتوت الرابع تمام؟ شو لازم الاقي الان؟ هلا وين الروت لوكس؟ في روت لوكس هون؟ لا هون هي صار بط واحد معناها هون في عندي روت لوكس هون ما في لانه ايفن هون ما عندي وبعدين عندي هون لانه ايفن اود واحد رد وبعدين هون ما عندي ايش راح يصير الان تتوقعوا؟ رح يقتربوا هذول الاثنين من بعض ويعملوا بريك اواي رح يقتربوا هذول الاثنين من بعض ويعملوا بريك اواي بس ايش لازم الاقي؟ البريك اواي بوينت كيف بلاقي البريك اواي بوينت شو بدي اعمل؟ بدي اشتغل بس قبل ما اشتغل لازم ابسط هذا مضبوط؟ نبرمج الثاني في الثالث بصير عندي اس سكوير زائد 2 اس و3 اس 5 اس زائد 2 في 3 6 عندي هون اس اس بلس 1 نضرب الاس بلس 1 في هاي ونخلي الاس برا بصير عندي اس في اس كيوب زائد 5 اس سكوير زائد 6 زائد اس بلس 5 اس 6 اس 6 اس زائد اس سكوير زائد 5 اس زائد 6 هلا عندي اس كيوب بتنزل زي ما هي 5 اس سكوير واس سكوير بتصير 6 اس سكوير 6 اس و5 اس 11 اس زائد 6 بعدين بضرب الكل في اس فبتصير هاي اس كيوب 4 هاي اس كيوب هاي اس سكوير و
هذه اس وبعدين تشتغل اذا هلا الشرط تبع البريك اوي بوينتس ايش بقول؟ انه مشتقت بالنسبه لاس ان اوف اس على دي اوف اس تساوي زيرو هي ماينس الصحيح اذا بدك تكون دقيق هي ماينس في اشاره ماينس بس مش رح تفرق معي لما بساويها يعني اذا بدك تكون دقيق منها فبصير عندي هلا ان اوف اس مشتقه دي اوف اس بالنسبه لاس ناقص ان داش اوف اس في دي اوف اس تساوي زيرو هذه اصلا اختفت مش هيك لانه ان اوف اس ايش هو؟ زيرو ان داش اوف اس تكون زيرو هاي بتختفي بضل عندي ستة مضروبة في ايش؟ مشتقة هذا مضبوط؟ قديش مشتقة هذا؟ اس 4 بتصير عندي 4 اس كيوب 3 في اس 18 3 في 6 18 اس 2 في 11 22 اس بتربيع دكتور وبعدين زائد 6 هاي تربيع مش هيك؟ هاي بدها تساوي 0 الستة عمرها ما حتكون 0 مش هيك؟ إذا شو بضل عندي؟ بدها تكون هذه 6 مضبوط؟ هاي نفس اللي حليناها قبل شوي شو طلع معنا الحل؟ اس الحلول هون اس اللي عندنا بكون هذا صحيح واحد كان عندي ناقص 1 ونص بعدين كان عندي ناقص 3 زائد ناقص جذر 5 على 2 مضبوط؟ صحيح؟ طيب طلعوا لي هذول هل ممكن الواحد ونص تكون بريك اوي بوينت؟ ناقص بريك ما لهاش معنى مش هيك؟ لانه اصلا انا بعرف انه في شيء دروت لوكس اصلا هون اذا بتطلع معي انا ثلاث حلول بس انا بدي اختار منهم المنطقيات 3 زائد ناقص جذر قديش جذر الخمسة تقريبا؟ جذر الأربعة 2 مش هيك؟ 2.65 إذا كل هذا قديش بتطلع هاي؟ 2.65 62 هذه ماينس مش هيك؟ في وحدة ثانية اللي هي بلس ماينس بلس ناقص 3 زائد جذر الخمسة ماينس 0.8 قديش؟ 3.8 طبعا هذول ايش وحدتهم؟ حتى هاي وحدتها كمان ريديان سكوير سكند اذا هذول منطقيين اكثر لاحظوا هل هاي منطقيه 0.38 احنا عندنا منطقيه لما تكون بين 0 و 1 الثانيه قديش القيمه؟ 2.62 هل هي منطقيه؟ لما تكون بين ناقص 2 وناقص 3 لاحظوا انها مش نص هاي دائما الطالب بيسال عنها الطلاب بيسالوا عنها ليش البريك اواي بوينت ما كانت في النص؟ مش هيك انت بتتوقع؟ مش شرط انها تكون في النص يعني ال 0.38 رح تكون تقريبا هذه 0.5 و 0.38 تقريبا رح تكون هون وال 2.62 وين رح تكون؟ اقرب لمين؟ تقريبا هون ماشي واضحه النقطه هاي؟ الانجل اوف ديبارتشر اظن اذا فحصت رح تلاقي انه زائد ناقص 90 هون رح يكون زائد ناقص 90 لانه اظن لما تبصر كل هذا بتطلع معك 90 لما تكون 90 هون الزاويه اللي بيعمل فيها ديبارتشر اذا صار عندي هون هلا البريك اوي بوينتس معروفه الاسيمتوتس معروفه رسم هلا تقريبي هلا بنرسمه بالايد ما رح يكون دقيق 100% هلا في ناس مرات بيقضي وقت حتى يطلع النقطه هاي والنقطه هاي بس انا وجدت انها عمليه طويله جدا انا مطلعها هون في المثال اللي بنزلكم اياه بس انا ما راح اطلع اذا انت رسمت لي تقريبا هيك هذا مقبول وبعدين نفس الشيء بكمل من هون برسم بهذا الشكل هي نفس ماشي واضح هذا هيك رسمنا نعم تفضل تفضل بتطلع كيك بس انا ما بديش بس كيك ايش بدي؟ انت لو طلعتها كيك ماشي تمام مظبوط بس انا ما بدي اياه حتى اعرف نقطه التقاطع هاي شو القيمه اللي بدي اياها حتى اعرف نقطه التقاطع قيمه اس بدي اعرف قيمه اس الايماجينري مضبوط قديش بتكون عندها موجوده هون انا شارحها باخر صفحتين من هذا المثال بس صحيح انها طويله وما فيها حاجه هذه كافيه دكتور خليني بس اسال اخر سؤال من هاي شو ممكن انا استفيد من هذا بول كلوكس شو ممكن انا اسالك سؤال نستفيد منه من ناحيه عمليه مين اول شيء الدوميننت بولز وين الدوميننت بولز صار هدول الاثنين هدول مش دوميننت طيب لو جيت سالتك سؤال شو ممكن اسالك سؤال اطلع اقول لك اعمل لي ديزاين لهذا السيستم ايش ممكن طبيعه السؤال تكون؟ الاوفر شوت تمام ايش ممكن اعمل بالاوفر شوت؟ ايش ممكن السؤال اسالك اياه؟ زيتا اقول لك طلع لي قيمه كي اللي زيتا عندها مثلا تعطيني اوفر شوت مقداره 15% مش ممكن؟ من ال 15% شو بطلع؟ زيتا من زيتا شو بطلع؟ بيتا بيتا
برسم بيتا بالمنقل من هون ومن هون. وين النقطة اللي بتهمني صارت؟ هاي هاي النقطة. عند هاي النقطة بطلع كي جرافيكي. ايوه تفضل اسال سؤالك. طيب لو اضفنا زيرو لو ضفنا زيرو بتغير طبعا بتغير الشكل تمام. هلا لو ضفنا زيرو حسب وين بنضيف الزيرو. مثلا فرضا على سبيل المثال خلينا نقول وين حطينا الزيرو. لو حطينا الزيرو هون شو راح يصير معك بتوقع؟ راح يصير معي انه هذا البول راح يروح على الزيرو. هذا البول راح يروح على ماينس انفينيتي. وهدول الاثنين راح يطلعوا بهذا الشكل. صار عندي ثلاثة. وغير اتاكد منها ممكن انه هدول الاثنين يطلعوا بهذا الشكل. بس عندي لا بتضلها الزاوية 60 راح تطلع. هدول راح يطلعوا 60 زائد ناقص 60. طيب ما في مجال نغير اول نقطة باتجاه ال ممكن بدك تضيف انت بدك هدول ما يروحوش هيك. طيب ما يصير بدك اياهم يروحوا هيك. لو ضفت 1 0 راح يصيروا يطلعوا 60 بدل ما يطلعوا زائد ناقص 45. طيب مثلا بيها ما يصير ابدا انستابل. بدك تضيف 2 زيروز. بدك تضيف 2 زيروز وقتها حتى ينزل n ماينس n قديش يصير؟ 4 ناقص 2 2. لما يصير 2 ما فيش اي قيمة لكي يطلع بس انت لو ضفت 1 0 راح يصير هذا هيك. وبامكانك انت وقتها تختار قيمة كي اللي بصير اسهل انك تختار قيمة كي ما يدخل في المنطقة هذه. يعني لاحظ الاختلاف بين 45 و 60 راح يختلف. هاي راح تصير هون عندي 60 مضبوط؟ هذول الخطين هلا بعرفش البريك اوي بوينت شو بصير فيها بس هذول راح يطلعوا راح يصير اسهل انك تختار لهم قيمة ما يصير السيستم.